وكأن تمشي تحت المطر حتى إذا رآك الناس ما ميزوا، أهذه دموعك أم المطر؟ كتبت هذه الجملة على صفحتنا على الفيسبوك لأجل الأغلب مع الأسف مجروح هذه الأيام. فهل الحسرة والجرح النفسي ارتباط بانكسار القلب فعليا؟ أنت لو جعلتك الآن تشعر بألم ثم قمت بتحليل دماغك، ستتحفز منطقة في دماغك اسمها الأنتيريور سينجولاتا كورتكس، تمام؟ هذه المنطقة بالتحديد، هل تود أن أحفزها لك؟ لا شكرا. يعني نفهم أن هذه المنطقة في الدماغ عندما تتحفز يشعر الإنسان بالألم، تمام؟ الغريب أين؟ أن هذه المنطقة هي التي تتحفز عند الشعور أنك أقصيت أو فقدت إحدى العلاقات الاجتماعية. يعني أحبتي في الله، شعور بالألم الجسدي نفس الشعور بالألم النفسي من ناحية طبية. لذلك عندما تشعر بالحسرة تقول أنا أتألم أتألم أتألم. أخبرني يا أحمد. أحمد مريض، يبدو أنه بدأ يمشي تحت المطر، ولكنك أنت موجود. لذلك أخبرني أنت، لو خيروك بين الألم النفسي والألم الجسدي ماذا تختار؟ لا أعرف صراحة. في دراسة جاء فيها أن البشر تفضل الألم الجسدي على الألم النفسي. نعم، تفضل الألم الجسدي على ألم الحسرة والفقد، ببساطة لأن الألم الجسدي مدته قليلة وله مسكنات ألم، ولكن الألم النفسي يدوم مدة أطول. هكذا كانت إجابة الأغلب. نحن في العادة أحبتي في الله نشعر بالألم عندما نكون في خطر، وهي طريقة الجسم في إخبارنا أننا في خطر. مثلا عندما يكون ضوء الهاتف عالي وأنت في غرفة معتمة فتشعر بألم في عينيك، وهذه طريقة العين لتخبرك أنها في خطر. مثلا عندما يصطدم إصبع قدمك الصغير بالباب، هذه جلطة وليست خطر. الألم النفسي نفس المبدأ تشعر به عندما يخبرك الجسم أنه في خطر عاطفي، يخبرك أنك الآن تفقد صديقا أو قريبا، يخبرك أنك الآن في خطر أن تبقى وحيدا، فيتألم القلب. ما دخل القلب؟ نعم له دخل، حتى أنه يوجد حالة طبية تسمى متلازمة القلب المكسور. ألم تسمع شخص يقول مثلا يعني أفعالك راح تجلطني؟ والله متلازمة القلب المكسور هي حالة طبية مؤقتة تحدث بعد الأمور التي بها توتر ومشاعر عاطفية شديدة. يشعر الشخص بألم مفاجئ في الصدر وضيق في التنفس، فتتعطل وظيفة الضخ الطبيعية للقلب، فيقول الشخص حينها أشعر بضيق، أشعر أنني مخنوق، أشعر أنني مخنوق. مثلا شخص فقد قريبا، أو شخص شخص بمرض خطير، أو شخص فقد كمية كبيرة من المال، أو فقد عمل إلى آخره، فيتألم نفسيا ويتألم القلب معه. فالألم مهم للبقاء على قيد الحياة، أنه يخبرنا أننا في خطر، وإلا بدونه سنموت بسهولة. صحيح. قبل أن أكمل، إذا شعرت بضيق في النفس، وهذه حياة خلقنا بها بكبد، قل دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى تعقيبا على هذا الدعاء: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كلما شعرت بالضيق ردد هذا الدعاء. سألت نفسي قبل 3 سنوات لماذا الألم في القلب، في حلقة يعني هل الحب من القلب أم من الدماغ؟ طبيا عندما نحزن يرتفع في أجسادنا هرمون اسمه الكورتيزول، وهذه الاستجابة الطبيعية للجسم عند الضغط النفسي. هذان الهرمونان مع الضغط النفسي يسببا قصور في عضلة القلب، وبالتالي ألم في الصدر وضيق في التنفس. لذلك يتألم القلب عند الحسرة والضغط النفسي. الكل يا صديقي يتعرض في حياته لضغوطات نفسية، فأنت عندما تشعر بالضيق سواء من دراسة أو عمل أو من حياة بشكل عام، تذكر أن الكل شعر بما تشعر به في مرحلة ما، فلست البشرية الوحيد على الأرض، ولكن تأكد أننا لسنا جميعا نتعامل مع هذا الشعور بنفس الطريقة. فأكثرنا توفيقا هو من وجد دعم اجتماعي عند الضيق، ومن هنا نجد واجب العزاء مثلا، فالهدف منه ليس الميت رحمه الله بل أهله والتخفيف عنهم، أن نكون دعما اجتماعيا لهم في ضيقهم ومصابهم. لذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على واجب العزاء، فكن داعما لمن حولك اجتماعيا، لأنك من المؤكد ستحتاج دعمهم في يوم من الأيام، وهذا شيء أكيد. طيب كيف يمكن أن نخفف من ألم الحسرة أو الضغط النفسي بشكل عام؟ أول طريقة كما أخبرتك، لا تكبت مشاعرك بل أخبر عنها. المهم أن تختار الشخص الصحيح لكل نوع ضغط نفسي، يعني لا تذهب وتخبر والدك عن همك الذي تعرف أنه سيغضبه. هنا يفضل أن تخبر صديقا تثق به، وإلا سيصبح ألمك يعني جسدي ونفسي أعتقد. لا، بغض النظر، بعض الآباء شخصياتهم صديقة لأبنائهم. حاول أن تقلل من هرمون الكورتيزول في جسدك، الهرمون الذي يفرز عند الضغط النفسي، من خلال تناول الأغذية الغنية بالألياف والبروتين، وبالتالي تعدل مزاجك. ولكن لا تجعل الطعام وسيلة للهرب من ضغطك، وإلا تكسب وزن كما يحدث مع بعض الناس عندما تتوتر. أيضا لا تستمر في التفكير بسلبية في سبب ضيقك، آمن بقدر الله، ولكن فكر في كيفية التغلب على هذه المشكلة. مارس الرياضة، لأن الرياضة تزيد من الأندروفين في الجسم الذي يعتبر من أهم المسكنات الطبيعية في الجسم. الرياضة تشمل المشي حتى، يعني ما أجمل أن تمشي لوحدك في لحظة غروب. صحيح، قم بالعطاء،
في هذه النقطة تكلمنا في حلقة كاملة هنا، فالعطاء من المؤكد يخفف توترك ويعدل مزاجك. الكثير أحبتي في الله يتمنى نسيان ما يشعر به من ضيق، تكون الهموم أكبر عليه من تحملها بظنه، ونسي أن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنسيان ليس الحل لضغوطك النفسية، بل كما قلتها تكرارا الحل أن تواجهها. هنا تذكر مقال قرأته تحت عنوان لو يوجد دواء للنسيان هل تأخذه؟ وقبل أن تجيب بنعم أو لا، هل يمكن طبيا أن ننسيك ذكرى ما؟ في تجربة علمية جلبوا فأر وكانوا يعرضونه لصعقة كهربائية مع إسماعه صوت معين، فكان الفأر مع الوقت إذا سمع الصوت يتشنج مباشرة حتى لو لم يصعقوه، لأنه ببساطة امتلك في ذاكرته ارتباط بين الصوت والصعقة الكهربائية. المهم، قام العلماء بإعطاء الفأر دواء يثبط البروتينات المسؤولة عن الذاكرة لديه، فأصبح الفأر لا يتشنج إذا سمع الصوت لأنه نسي الكهرباء، ولكنه كان يشعر بالخوف ولا يدرك السبب. الملخص أن النسيان نعمة من الله عز وجل، النسيان وليس حذف الذاكرة تماما. لو عدت السؤال الآن، لو يوجد دواء للنسيان هل تأخذه؟ في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. بعضنا على الأغلب يخبر نفسه كل يوم سأعدل جدول نومي، أشعر أن يومي قصير عندما أستيقظ ظهرا، لا يجب أن أبقى حتى الساعة الثالثة فجرا ألعب أو أتصفح الهاتف أو لا أعمل شيء. لذلك تقرر مع نفسك أنك ستستيقظ غدا باكرا حتى لو نمت ساعتين فقط، فتقوم حينها منزعجا بالبحث على الإنترنت كيف أعدل جدول نومي، وبالصدفة تجد مقطع لشخص اسمه محمد غنايم على منصة باز يقول لك وهكذا تسجل بمنصة باز. اضغط الرابط الموجود أسفل المقطع، ثم قم بتحميل التطبيق، ثم افتح التطبيق وأدخل معلوماتك الشخصية، وابحث في خانة البحث عن اسمي، يكفي أن تكتب كهنايم. تأكد أن ترى إشعار التفعيل بجانب اسمي، وأهلا وسهلا بك كما كتبت لك مسبقا أيها الجميل.